ماستك سكيل زي ما انا قلت. الموضوع السيريال اكستراكشن ده مش هيخلص ان انت مجرد خلعت سي ودي ويو 4 سي ودي وال4 كده خلاص احنا تمام. لا مش تمام. الحاجه الثانيه، لو انت خدت القرار غلط وكان الكراودنج مش مستحمل او مش مستاهل ان انت تعمل سيريال اكستراكشن، انت كده عملت ايريبارابل دامج للبيشنت وهتبقى في مشكله كبيره جدا جدا جدا. وبالتالي انت لازم تسال نفسك سؤال، هو انا اخبار التولز الثانيه اللي انا اتكلمت عليها ولسه هتكلم عليها اللي هي ديستلايزيشن واكسبانشن، اخبار التولز الثانيه ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش قبل ما اروح للسيريال اكستراكشن؟ طب واي نوت ان انا اخلع سي واستنى، اخلع دي واستنى، وكل التيتشر بتتكلم ان ما تقلقش قوي على خلع الدي لان الدي مش يعني مش محتاج وقت ما اروح. فالتكنيك اوف السيريال اكستراكشن هو مجهد على فكره، وبرده محتاج فولو ابس زي الستريبنج كده، بتشوف العيان every 6 months every 10 months على حسب سنه. بنعمل premature extraction للC عشان اعمل alignment للincisor يروح ويجي، اروح اعمل extraction للD وعشان create space للفور يروح ويجي، اول ما الفور يطلع اشوح شايله عشان افك الكراودينج ده. وفي ناس بتعكس السيكونس بتقول طب اخلع عديز وبعدين سيز، ما تقلوش بالكم الموضوع ده، هو anyway هو انت رحت اساسا، هو العيان جالك اساسا مامته جات لك بتشتكي ليه؟ لانها بتشتكي من اللور انسايزر كراودنج، فالصح ان انت تعمل اكستراكشن للسيز لو انت if you're sure وعملت الهوم ورك بتاعك اللي احنا قلناه السلايدز اللي فاتت، وان you're sure وتمام وبصيت للتولز كلها بتاعت الخمسه ولقيت ان مفيش حاجه فيهم هتكفي معاك غير السيريال اكستراكشن، لا go for extraction للسي. طيب فده اللي احنا بنقول عليه ان انت بالراحه واحده واحده ما تستعجلش ان انت تخلع التيث. انا حابب نروح ناحيه الصور، بس انا لازم اشدد حته هنا على حاجه، ان السيلف كوركتيف سيريال اكستراكشن كيس از موست انيوجوال، يعني ذا موست كيسز اوف يور سيريال اكستراكشن كيسز الموضوع مش خلص خلاص وتمام، لا الموضوع محتاج انترفنشن. طيب خلينا طبعا الادفانتجز اللي هم قالوا عليها في السيريال اكستراكشن ان هو ايه، لا بص السنان بتتحرك لوحدها ازاي والاوت اوف كوانتيك فورس، مفيش سنان بتطلع بره الارش فيحصل لها ريسك اوف جينجيفا ريسيشن وبعدين انت بترجعها تاني بالتقويم، شورتر اكتيف تريتمنت تايم، هو قصده هنا بيها لما هيخلص ويحط بريسز فالمده هتبقى اقصر، وان هو السنان هتبقى ان مور ستيبل بوزيشن عشان هي اتحركت فيسيولوجيك، ولكن كميه الديس ادفانتجز دي اللي قدامنا رهيبه جدا. مفيش حاله سير الاكستراكشن يا جماعه اتقفلت 100% السبيس الا في ملي او 2 ملي. برضو موست اوف ذا كيس زي ما قلنا بتحتاج بريسز، انت قلت للبيشنت ومامته والبيرنتس ولا لا؟ اللي بيحصل كمان ان انت لما بتعمل اكستراكشن سواء في السير الاكستراكشن او في العادي حتى يا جماعه بيحصل لينجوال تيبنج للور انسايزرز، بتدلق لورا، ولما تدلق لورا بيحصل ديبنينج للبايت، هنشوف دلوقتي في الكيس اللي انا هوريها لكم. والكاناينز بالديستال تيب، المولرز بالميزيال تيب، لان انا في السيريال اكستراكشن انا مش حاطط لينجوال ارش. سبيسنج بقست ما ممكن تحصل بين الاسنان، العين ممكن يتضايق. طيب الحاله دي كان جات لي وهي صغيره وعملت السيريال اكستراكشن، فجت لي بقى بعد ما بدلت كل اسنانها، شايفين احنا خلعنا سي ثم دي وبعدين فورس، اللي حصل زي ما احنا شايفين كده الانسايزر كراودنج، صحيح كان هيبقى اكتر من كده بس في انسايزر كراودنج، في عندي تو ليفلز اوف ديب كيرف اوف سبي، عندي حصل اكستروجن او يعني اللور انسايزرز ات ليفل والبوستيريورز ات ليفل تاني خالص، لما حصل
lower incisors حصل دي غريب علينا لان احنا بنشوف الاكستراكشن سيريال اكستراكشن كيس. شايفين يا جماعه الريزيديوال سبيسز اللي موجوده هنا وهنا، شايفين الكراودنج في اللاترال لسه موجود، شايفين الريزيديوال سبيسز في الابر، شايفين التورك اللي بايظ لللاترال انسايزرز، شايفين الروتيشن اللي لسه موجود في الكناين. فطبعا it is not cellular extraction is not ايه نهايه خلاص بقى انت عملت cellular extraction فالمشاكل كده اتحلت، لا الموضوع اكبر من كده. صحيح البريسس تايم بتاعته بتبقى اقل من العادي، ولو ان انا بصراحه حتى دي مش شايفها قوي كلينيكال، ولكن it is a problem. حتة ان انت تدخل البيشنت في لونج تيرم بلان وحساسة زي كده، حتى ده انا هفترض ان انت كمان كنت مظبوط في الاناليسيس بتاعك. طيب احنا كنا قلنا الادفانتجز اوف سيريال اكستراكشن ان انت اديت الاكلوز ريليشن او الاكلوجن هيبقى احسن، يعني احسن من الناس اللي قلت لهم بص انا روح امشي وتعالى لي عند 12 سنه اشوف لك الكراودنج بقى واعرف اسسه صح، واعرف اسس ايه يا جماعه الجروث اخباره ايه، السوفت تيشو اخباره ايه. العيان ده لو كلاس 2 وخلعت له في اللور ارش انت مور تندنسي انه يحصل دروبنج داون دروبنج للور انسايزر وديبنج للبايت. يعني الموضوع كمان مش بس سبيس اناليسيس بير سي، لا انت باصص لازم تبص على الجروث اوف ذا جوز اخبارها ايه الصوره كامله. طيب هنقول بقى الميزات ان احنا خدنا بيتر اوكلوزر ريليشن، تمام. بص على الليترشر، قارنت ما بين ناس عمل لها سيريال اكستراكشن والميكست انتشن وناس عملوا ليد بريمولر اكستراكشن بعد كده لما كبروا. المفاجاه ان الاوكلوزر ريليشن شيب ار سيميلر، وما خدتش من السيريال اكستراكشن غير لونجر توتال تريتمنت تايم اند مور توتال فيزيتس. الحقيقه مش قصدي بالكلام ده اني اخوفكم او ما تعملوش سيريال اكستراكشن، بس تبقى انت عارف الحاجه اللي انت داخل فيها ايه، وهل انت كمان شارح للبيشنت كويس قوي البروز اند كونز اوف ذا تكنيك ولا لا. طيب خلاص بقى ده احنا عملنا ايه، ده احنا خلعنا بدري بدري فالكراودنج السنان كراودد عملت سيلف الاينمنت ومن غير اورثونتك فورس وما فيش شينج في الريسيشن ودنيا جميله. اكيد بقى الناس اللي عملوا سيريال اكستراكشن لما كبروا وقارناهم بالناس اللي عملوا ليت بريمولر اكستراكشن بعد 12 سنه اكيد الالاينمنت بتاعهم بقى احسن. تعالوا نبص على الليترتشر. اللي حصل ان دكتور ليتل والفريق بتاعه درس البيشنتس دول لغايه ما خلصوا علاج ب 10 سنين و 20 سنه. انتوا متخيلين الاستادي رهيبه وجميله ازاي؟ لقوا ان كميه المانديبولر كراودنج فيهم سيميلر للناس اللي عملوا ليت بريمولر اكستراكشن. يعني حته ان انا تعالى نعمل سيريال اكستراكشن عشان الالاين بتاع اللور انسايد بتاعك يبقى احلى ولونج تيرم بعد كده مقارنه بالناس اللي اتاخروا في العلاج، لا it is not justified. الكلام اللي انت بتقوله ده it is not justified according to little the 10 to 20 years post retention. يعني ده بعد ما الناس خلصوا علاج he followed them up بالتيم بتاعه 10 سنين و 20 سنه. وبالتالي there is no evidence for more stability in serial extraction cases. هي الفكره بس ان هو ايه، انا بنتي مش هسيبها زحمه كده اتصرف يا دكتور، انما اكتر من كده او توعد بادفانتجز اكتر من كده هتبقى مشكله. تمام. فاضل لنا تو تولز، مش عايز اطول عليكم. تو تولز لسه في الجعبه بتاعتي ما استخدمتهمش او ما عايزين نعرفهم اخبار اكسباندنج ذا ارش. ايه المشكله يا جماعه؟ ايه عشان نبقى متفقين، هل الاكسبانشن نفع في اللور ارش؟ لا، الاجابه لا، اي كانوت اكسباند في اللور ارش. ولو عملت اكسباندد لينجوال ارش هيطلع ايه على عينينا بعد كده، عشان الاستابيليتي الاستاديز ال 10 20 سنه لقيت ان هو انستابل. فالمشكله في ايه؟ اف يو اسست الكراودنج اللي تحت ولقيته فعلا سيفير، اللي احنا بنتكلم فيه
8 or 9 مليمترز، لا احنا بنتكلم في ان الاكسبانشن مش هينفع، لان انا دلوقتي هشرح لكم اكسبانشن في الابر ارش، انا ماليش دعوه باللور ارش. طيب وخصوصا ان احنا بنبني البلان بتاعتنا بناء على اللور ارش. طيب التيك هوم مسج بتاعتي هي ايه؟ هو لما اعمل اكسبانشن يقول انت متوقع من الاكسبانشن ده يجين قد ايه مليمترز انسايد سبيس انت ان ذا ارش. هنبص على سماتيك ريفيوز المنشوره الجميله في الموضوع ده، احنا بنتكلم اعمل حسابك بلس 6 مليمترز فقط ولا اكتر ولا اقل، يعني ممكن اقل طبعا، يعني اون افريج 6 مليمترز. طب انا عندي كراودنج تحت 8-9 مليمترز، مش هتنفع معاك الأوبر إكسبانشن، أو على الأقل الإكسبانشن لو عملته هيحل المشكلة اللي فوق، في تحت مشكلة تانية أنت لازم تشتغل عليها. دكتور فادي معلش سؤال سريع. أيوه. الوقت المتوقع قد إيه؟ لو ممكن ناخد بريك ولا مش مستاهلة؟ رأيك إيه؟ لا إحنا أنا إن شاء الله في تلت ساعة الساعة 9 خلص. عشان لو ان احنا عايزين نقضي وقت للجماعه يعملوا أسئلة. يعني عايزين عندهم اسئله كتير ليك. اوكي دكاترة. احنا ان شاء الله هنخلص 9 الساعه 9، اللي حابب يعمل يعني 15 minutes more. خلاص يبقى نكمل يا دكتور فادي من فضلك، وبعد كده بقى يو ار اوبن، هتقعد تسهر معانا ترد على كل الاسئله. احنا يعني طلبنا من الدكاتره ياخروا الشات لغايه ما حضرتك تخلص. عين شكرا يا دكتور. شكرا. انا عايز اخلص ليه يا دكتور احمد عشان الريسيبي دي كامله، فانا عايزك نخلص مع بعض الاكستنشن والسبيس ريجينر او ديستلايزيشن عشان تتخيل معايا البروتوكول. كلام صح، متفق معاك. خلاص اتفضل يا دكتور، والشات بعد كده الدكاتره يسالوا. شكرا. فاحنا في الاكستنشن فوق، لو انت هتعمل اكستنشن انا لازم اعرف انا اكسبكتد قد ايه ارش بريمتر. انا بقول لك اهو اكوردنج للايفيدنس بتاعنا عندك بلس 6 مليمترز. طب انا لقيت في السبيس في الكراودنج اللي فوق عندي 14 مليمترز و13 مليمترز و10 مليمترز، هقدر ان انا احلهم بالاكسبانشن؟ انا جاي اقول لك اهو، انا جاي اقول لك من المستقبل اهو، لا مش هيبقى كفايه، انت الاكسبانشن ما تطمعش اكتر من 6 مليمترز. دي كانت سيماتيك ريفيو لونج تيرم ستادي ممتازه. طيب ويتش ديزاين بسرعه، انا مش هدي محاضره اكسبانشن طبعا، دي عايزه لوحدها ساعتين ثلاثه، بس انا بسرعه يعني انا ما بحبش الريموفبل ابلاينسز اني واي، العيان بيبقى نوت كوبرتيف يلبسها ويحطها يكسباندت ويسيبها يومين يسافر في حته يرجع يلبسها ما تخشش يجيلي، فانا اي ستوبت الهاسل دي من ميني ييرز اجو، خلاص انتهى الموضوع. اللي انا ريكومند عليه في الميكس تنتشن بنتكلم في الهاس ديزاين اللي هي الاكريليك على البالت او البوندد هايركس اللي هو اكريليك على الكلوزال تيبل بس. طيب دي كيس تيبيكال لعشان اوصل لكم، هي دي الكيس بتاعت الاكسبانشن. بصوا يا جماعه اللور ارش جميل ازاي، بصوا اللور ارش جميل ازاي، ده ما فيهوش مشكله خالص. طيب انا جاي لي بقى ايه؟ جاي لي ريتين دي ايه كولابست ارش من الناحيه دي، ولما حته كده حلوه خدوها مني، لما تلاقي يونيلاترال كروس بايت في ناحيه وعندك ميد لاين شيفت في اللور ارش تعرف ان العين ده شفت وهو بيقفل. ليه؟ لان ببساطه شديده انت عندك constricted upper arch bilateral posterior cross bite، ولو ان انا مش شايفها، بس لو عملت center correlation guidance للماندبل في center correlation هيطلع لك bilateral cross bite اللي بقول لك عليه. طيب انا هنا عندي مشكله ايه؟ الابر سنترال لسه ما طلعش الليفت سايد وعندي الاي صغير، فهبدا فانا مش محتاج السبيس رهيبه، عملت الاكسباندر بتاعي خلص الاكسبانشن بقى عندي سبيسز الاي الاي بدا يبقى عنده حواليه سبيسز جميله اهي، وبدا السنترال انسايزر يلاقي مكان جميل. هنا بقى انا ضربت كذا عصفوره بحجر واحد. اول حاجه انا ما عنديش مشكله في اللور ارش، فانا جاي بتعامل هنا مع الابر ارش. اثنين صلحت لها الكروس بايت الناحيه دي، اكشولي هي كانت في الناحيتين بس انت شايفها في الناحيه دي عشان الماندبل شيفت، بنسميها فانكشنال مانديبولر شيفت،
بدليل ان هنا اوتوماتيك اللور ميد لاين بقى اون، هنا بقى شيفت كان شيفتد قبل العلاج، هنا اوتوماتيكلي اون، انا ما عملتش اي حاجه في اللور ارش خالص. وهنا الابر ارش الجميل بعد الاكسبانشن، والسنترال طالع جميل وكل حاجه جميله، والبنوته مبسوطه. الو شكرا لنا وانت دكتور حمدان، ولا حاجات كومبليكيتد ولا حاجه. طيب نيجي بقى لو انا متحمس بقى شويه عايز اعمل ايه، لا اكسبانشن واجيب بقى اكتر من 6 مليون مش هتجيب. ادي اهي الكيس، ادي متحمس زيكم، بدأت اعمل اكسبانشن تمام، وادي بوست دقيقه دكتور محمد بس صححنا معلك ده رمانة تبدي من قبل المغرب معانا على الكمبيوترات وادخلين جوالات وايباد اوريدي بروتروسيف، ودي بوينت مهمه تاخدها لازم تبص لها في الفول بيكتشر. اخبار الابر انسايزرز ايه؟ هالريترو كلايند هقدر ان انا ازقهم ولا البيشنت البروفايل بتاعه اوريدي؟ ببص العيان كده بالجنب وهو قاعد على الكرسي جنبي، ببص الاقي الابر انسايزرز بارزه قوي، انسى ان انت تجيب سبيس للكلايند ده، صعب جدا. وبالتالي فعلا اثبتت لي الحاله دي ان الاكسبانشن بيديني 6 مللي مش اكتر. طب السؤال الشهير اللي بيتكرر لما اعمل اكسبانشن فوق اللور ارش والفولو والاكسباند، الحقيقه لما نبص في الليترتشر احنا بنتكلم ان في اتنين كبار قوي قالوا ان الكلام ده كلام فارغ نوت اكزيستنج، ان اللور ارش او خصوصا الانتر كانن ويث مش هيزيد، او لو زاد هيزيد 1 ملم. فانت برضو ايه ما تحلمش قوي ان انت لو عملت اكسبانشن فوق هيجي لك سبيس تحت. اخر حاجه عشان نخلص الديستاليزيشن او وات وي كول ات وات يو كول ات السبيس ريجينرز. طبعا السبيس ريجينرز الحته اللي هم حاجات اللي مكتوبه في البيدونتيك ليتشر اللي هي باندند لوب وفيها كويل والحاجات دي، انا شخصيا مش معترف بيها نهائي ولا هعملها. ما ينفعش ان انا اسند على سي دي وستيت واعمل بوش فورس عليه، ذس از ماي بوينت اوف فيو. طب هعمل ايه؟ اي حاجه تروح للمولرز، اي حاجه تروح للمولرز. طب هقدر اعمل سبيس ريجيننج لللور ارش للسكس ازقه لورا؟ هي المشكله ان انت هتزقه بايه؟ ما هو لو لينجوال ارش وعملت له اكتيفيشن بدا، ما هنرجع للغلطه اللي احنا عملناها، السكس صحيح هتلاقيه رجع لورا واللور انسايزر طلعت فورورد، هتريلاكس بعد كده في المستقبل. فاحنا بنتكلم السبيس ريجيننج له كده معاك اكتر، it is more practical اكتر في الابر ارش. من احلى الابلاينسز اللي ممكن حتى كمان البيدياتريك دنتست يعملوها وات وي كول ات البيندولوم ابلاينس، زي ما احنا شايفين كده السكس ميزل دريفتد قوي، سكويزد اوت الفايف، الدنيا مشكله، في مشكله كبيره عايز الحق البيشنت. البيندولوم ابلاينس ده من تي ام اي واير بيديستلايز المولرز، شايفين السبيس بتاع الفايف بدا يبقى جميل ازاي، بقى عندي سبيس جميل للفايف، وبدا حتى كمان يبدا بيحصل له سيلف الاينمنت واحده واحده. والناحيه الثانيه اللي ما كانش عندي مشكله قوي بقى عندي تريمندس اماونت اوف سبيسز. الحقيقه ان الديستلايزيشن انت متوقع منه قد ايه؟ عشان برضو دكاتره البيدياتريك دنتس والاورثودونتس sometimes بي ستريتش ليميتس شويه. لا انا جاي اقول لك اهو الايفيدنس السماتيك ريفيوز المتوفره بنتكلم في 2 to 3 ملم بير سايد بس. عندك مشكله اكتر من كده الديستلايزيشن او السبيس ريجيننج مش هينفعك. في عيب تاني في السبيس ريجيننج ان المولر ريليشن لازم تبص عليه، لو المولر ريليشن كان كلاس 1 فانت هتبوش الابر مولر ازاي لورا الى مور هيبقى كلاس 3 مولر ريليشن مش هينفع. فيوجوالي بنروح للسبيس ريجينرز او ديستلايزيشن ان كلاس 2 مالوكلوجن، لما يعني باختصار ان المولر ريليشن بتاعك يبقى كلاس 2 وغالبا هيبقى كناين برضه كلاس 2. طيب انذر ايشو هنا عامل باندد لوب، ودي بصراحه من الحاجات اللي برضه يعني سبيس مينتينرز باندد لوب ما بحبش اسند ديسيديوس على ديسيديوس، هي دي بس ماي كونسبت يعني ايه سميها بيرسونال اكسبيرينس اي دونت نو. احب اعمل يعني هنا
انا ما اعرفش ايه لسبب ما هو قرر السي ده يسيبه ويروح فورورد ما اعرفش او الاي هو اللي طلع مع مش عارف مش فاهم السبيس مينتينس ايه اللي حصل له. anyway انا لو كان اي ريكومند الترانسفيرات الارش ده او الجوجيريان بار ده من احلى الحاجات. انت عايز تثبت ثبت الفيرست مارس هو دول اللي ايه هو ده الصح. anyway ده موديفيكيشن شويه ده اللي احنا شغالين فيه في التقويم وانا مش هطول عليكم ادي سنوت يور سبيشاليتي بس احنا دلوقتي حابين نعمل الديستلايزرز بتاعتنا سكرو سبورتد بنحط سكروز في البلت وبنسند عليها وزي ما احنا شايفين كده وبنزق الورق. ليه؟ لان اني اكشن هذا رياكشن ما يحصلش منك انديزايربل فورس. يعني مش هطول عليكم بس تبقوا انتوا عارفين ان احنا وصلنا لفين في الاورثودونتكس. احنا بقينا بنحب السكرو سبورتد. هتقول لي في الاطفال اقول لك ايوه هو ده الجديد احنا بنحط دلوقتي سكروز في الاطفال بس طبعا في الارياز اللي فيها بون كبير. And thank you so much. البرزنتيشن فيه حاجات تانية maybe خلصنا السبيس مانجمنت حلو جدا في خلال ساعتين. This is my account. This is my Instagram account. لو في اي اسئلة ده اليوتيوب شانل بتاعتي please follow and I'm clear for any شات يا دكتور احمد او questions انا موجود. دكتور فادي مرسي جدا للليكتشر الرائعه ديت. احنا كنا عشمانين بقى فكنا نخلص كل الاورثودونتك بروبلمز كلها طلع الموضوع بس ده في الكراودنج انا كنت فاكر الموضوع كبير. طيب انا استسمح حضرتك ان حضرتك هتفتح الشات وهنسال من الدكاتره ان هم كل اللي كان في دماغهم وعايزين يسالوه طول المحاضره محتاجين جزء تاني. هو احنا طبعا يعني مؤكد كده ان شاء الله في الجمعيه دكتور هنعمل كورس قريب بس الاوضاع تهدى بقى كده ولايف كده تبقى مع الدكاتره مش على زوم وتجيب كل المودلز بتاعتك دي ونعمل مع بعض ان شاء الله. الموضوع يبدو كبير يعني. الدكاتره